لو الحكاية فيها إن فيديو رسالة الصندوق بندعم الدعم مش بالضرورة يكون دعم مالي فلوس نقدي للجهات، لا احنا ممكن يكون الدعم النقدي ده بيحول الى اعمال احنا بندعم بيها، يعني ممكن يكون احنا اللي بنطبع المطبوعات عندنا، ممكن يكون احنا اللي بننفذ بعض الاعمال من خلال الصندوق، لكن في الاخر دي بتشكل قيم مالية. فاحنا بنقوم بده بالفعل في الجمعيات اللي بتقوم، بس انا اللي كنت بدعمه قبل 2011 النهارده ما بقتش قادر احققه نتيجه ان انا الانكم اللي داخل عندي اقل، وبالتالي اللي انا بقدر اصرفه على الدعم وعلى المساهمه في المشروعات الخاصه الاهليه او للمشروعات، انا كنت بعمل 10 مكتبات في السنه، 10 مكتبات بنشئهم في المحافظات، النهارده ما عنديش القدره ان انا انفذ 10، انا بنفذ 2 وبدي اولويه للحاجات المفتوحه بخلصها اللي فيها تعاقدات اوريدي ساريه اللي بدات تعمل لي مشاكل مع التزامات مع اطراف ثانيه، ما بقدرش ادخل في جديد. فاتمنى ان انا ارجع ان انا احقق 100 مكتبه يبقوا 200 مكتبه على مستوى الجمهوريه، اتمنى ان انا اشارك زي ما انا بدانا وطورنا الهناجر وعملنا مركز الابداع وعملنا العديد من المشروعات على مستوى الجمهوريه، ومركز ابداع دمنهور يمكن انتوا لو شفتوه هتلاقوا من الصروح الاخير اخر مركز ابداع خلاص زي ما بنعمل حاليا بيت المعمار لبيت حسن فتحي في مسجد في منزل علي لبيب في القلعه بنعده ليبقى مركز ابداع او بيت المعمار المصري. دي انشطه اتمنى ان انا اتوسع اكتر، بدل ما انا عندي 17 مركز ابداع يبقى عندي 50 مركز ابداع، ويبقى كل البيوت الاثريه اللي بيتم ترميمها احنا ندخل ونريد استخدامها وتوظيفها في الانشطه الثقافيه، لان ده مردوده الثقافه هي اللي هتغير سلوك المجتمع. الثقافه هتكون اول رابع لاي افكار، زي ما حضرتك قلتي ان النهارده اللي قدر يقف قدام الاخوان هي الثقافه والسلوك، والناس ثقافتها هي اللي ما قبلتش الرؤيه الاحاديه اللي تخلي المجتمع كله في توجه واحد. بصفة حضرتك يعني رئيس قلب وزارة الثقافة انت كنت مسؤول عن كل النشاطات والفعاليات على الأرض، يعني ازاي شفت مشكلة الفن الميداني؟ وهل الدخلية كانت يعني متعسفة شوية في سكة ان ما تدهمش تصريح عشان يقيموا الفعالية ولا لا؟ هل كان ممكن الصندوق يدخل يقترح إقامة الفعالية يعني لامتصاص الأزمة إنها تبقى موجودة مثلا في ساحة الهناجر؟ يعني إيه اللي كان ممكن، أول رأي حضرتك للمشكلة نفسها وإيه اللي ممكن الصندوق يقدمه؟ لا، أولا الصندوق في آخر فعالية دي إحنا كنا إحنا اللي دعمناها، إحنا كصندوق إحنا اللي دافعين، إحنا المشاركين بدعم مالي فيها. وبالعكس إحنا يمكن لما كانوا حصل أكثر من لقاء طرحت ان احنا على استعداد ان احنا نستضيف اي فعاليات جوه مراكز الابداع اللي احنا بنؤدي فيها عروضنا، ان احنا نستضيف العروض، وهم كانت وجهه نظرهم ان هم متمسكين بالميدان العظيم تحديدا لان هو ده اكتسب شعبيه، وبالتالي احنا قلنا طب اوكي احنا هندعم ماليا للفعاليه، وفعلا احنا دعمناها ماليا، اتمنى ان لانها من الفعاليات الجيده اللي لها جمهور رائع جدا، وانا شفت يعني حضرت كذا عرض ليهم كان عليه اقبال غير عادي. يعني هو في راي حضرتك يعني ايه اللي ادى الى احتقان الازمه بالشكل دوت ما بينهم وبين الداخليه؟ انا ما عنديش تفاصيل بالظبط ايه اللي حصل، بس انا اللي علمته ان كان طلب اقامه الاحتفاليه وما سمحش ليا. لكن ملابساتها ما عنديش تفاصيل. هل ممكن الصندوق يطرح مبادره ان ياخد احتفاليه الفن ميدان تنضم للقوافل الثقافيه وتنتشر في محافظات مصر ولا لا؟ لا، احنا مش عايزين، يعني زي ما بقول لك احنا عايزين يبقى في مشاركه ما بين الافراد والمجتمع المدني في الفعاليات الثقافيه وما بين دور وزاره الثقافه. واحنا نشارك وندعم ونساهم، وده اللي بيتم بالفعل. احنا بندعم، والفن الميدان على مستوى على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا كنا بندعم، ساعات الدعم ما بيبقاش
نقدي يعني، ولكن على مدار الفترات اللي فاتت واحنا بندعم فن البلاد، وفي منهم فعاليات من الفعاليات صرفناها في شارع المعز وصرفناها في بيت السحيم. نعم. وبالفعل كان من الفعاليات الجيده اللي احنا عملناها. احنا على استعداد نشارك وندعم، لكن هي مبادره اهليه. نعم. ومجموعه من الشباب اللي انا شايف ان هم تستمر بمنسوبه ليهم وتستمر بدورهم، واحنا ندعمهم كدوله، احنا كوزاره الثقافه من خلال الصندوق على استعداد للدعم زي ما هو بيتم. لان انا بقول لحضرتك اخر دعم طلع للفن ميدان كان من حوالي شهر. نعم، اللي هو الشهر الثامن. انا بقول لحضرتك يعني لا زال البعض يرى ان بيوت الثقافيه التابعه للصندوق زي الحين بيت العود وست وسيله تسكن الحواري فقط. اعتقد ده يعني راي حضرتك ده ايه، وليه انا ما عنديش كصندوق تمام ما عنديش ماركتنج ما عنديش تسويق ما فيش ما يعني. هو ده اعتقد يعني ضمن احد اسباب الاماكن الخاصه دايما ليها شعبيه اكتر لانهم عندهم اداره تسويق كويسه جدا. فليه انا كصندوق تنميه عندي نقطه يعني ده نقطه ضعف بالنسبه لي؟ انا مش عايز اقول نقطه ضعف، لكن هي ما زالت في حاجه الى التطوير. لكن لما تيجي تبصي وتشوفي التقارير، لان احنا عندنا تقارير للحفلات والفعاليات والورش الفنيه اللي بتتم في جميع مراكز الابداع. نعم. فهنلاقي عندنا اقبال غير عادي. يمكن الاعلام ما بيغطيناش بشكل جيد. نعم. ما بيغطيناش لان احنا ما بنقدرش نعمل اعلانات مدفوعه الاجر. نعم. لكن لما نيجي نشوف مثلا، يمكن انا ادعوكم انكم تحضروا سماع اللي هيجي بقى يوم السبت. نعم. هنشوف هل في اقبال ولا ما فيش. في ضخم جدا. انا عارفه. انا يعني انا قصدي يعني عايزكم تشوفوا اي حفله من عروض التنوره. نعم. وتشوفوا قد ايه بيحصل صدام على ان الناس خلاص المسرح بقى فل كباسي ومش هنسمح بدخول حد تاني جوه، لان العدد بيزيد وبيبقى فيه مشاكل بره والناس عايزه تدخل لان ده اقبال. لكن هل بيغطى اعلاميا؟ انا شخصيا بغطي يعني. انا بستشعر ان انا مشكلتنا الاعلام اكتر ما من هو التسويق. لا، في عندنا مش هقول برضه مشكله، ولكن اتمنى وده احنا بنعمل بالفعل على ده، ان يبقى فيه اعلام للتلفزيون على الانشطه المجانيه. احنا يعني 90% من انشطتنا مجانيه. انا معظم الفعاليات اللي بتتم في جميع دخول مهرجان سماع على مستوى في شارع المعز ولا في اي مكان، البرنامج بتاعه اللي على مدار الاسبوع ده كله مجاني. فاتمنى ان يبقى في تغطيه للفعاليات اللي احنا بنقوم بيها. الورش حتى اللي احنا بنعملها باجر دي يا دوبك ما يعني ده بس نوع من جديه الاشتراك في هذه الورش. لكن لو بصينا لها ان كان ده عائد مادي يدخل الصندوق، هو مش يعني يا دوبك انا بس عايز اسعى ان اللي بيجي يشترك في ورشه، اذا كانت ورشه تصوير او خط او سينما او تمثيل او ايا كان فعاليات الورش اللي بتتم، هي نوع من انواع الجديه. نعم. والاهتمام بالفعاليه اللي بتتم. جميع الورش عليها اقبال جيد. نعم. الحفلات عليها اقبال جيد. انا بس اشعر ان مشكلتنا ان ما بتتغطاش عالميا. عندنا مشكلة فعلا في تسويق اللي انا بقول لك عليه اللي هي الكتب، وده مشروع جديد احنا يمكن بدأنا بالدكتور جابر وافق عليه، اللي هو مشروع اقرا. في بان احنا بننشئ مجموعة من منافذ البيع في جامعات المصرية. اعتقد ان ده هيكون مشروع جيد في الفترة اللي جاية. في مشروع اخر عرضته على الدكتور جابر بمناسبه احتفالات صندوق المملوك 25 سنه، ان احنا نعمل البوك بانك. البوك بانك ده مشروع احنا بنطرحه في مجموعه من الميادين، وانا يعني شايف انه مشروع هام. نعم. لانه ازاي ان انا اجي اعمل مجموعه من الاكشاك او مجموعه من الصناديق المصممه بشكل احنا وضعنا لها تصميمات ليها. نعم. في مناطق معينه. نعم. واحنا اخترناها في القاهره وفي الجيزه وفي اسكندريه،
بحيث ان انا اولا ان انا ازاي اخلي الناس عندها ثقافة انها تتبرع بكتابها لان حد تاني يقرأ الكتاب. انا شفت المشروع ده في ارمينيا، موجود في ارمينيا، وعايز اقول ان اللي طرح عليا الفكرة دي احد الشباب اللي بيعملوا في وزارة الثقافة، احمد الفران، واحد العاملين في وزارة الثقافة اللي كانوا مشاركين في ارمينيا، والتجربة دي اوريدي موجودة في المانيا وموجودة في ارمينيا وموجودة في اكتر من دولة أوروبية، وبدأ يتنافس بقى في أفريقيا تحت رعاية الأمم المتحدة. أنا شايف إنه مهم إن أنا النهاردة لما أجد إن أنا ممكن أتبرع بالكتاب، أو إن أنا أجي وأنا ماشي ولاقي مكان بيتجمع فيه الكتب اللي أنا مش محتاجها، ويرجع تاني لإدارة الصندوق إن إحنا له آلية وله سيستم إحنا وضعناه إن إزاي هجمع الكتب دي مرة تانية، وإزاي أعيد توزيعها على المناطق اللي محتاجة للكتب دي. فأنا شايف إن ده نوع أولاً ثقافة التبرع، ثقافة إن أنا أهدي الكتاب عندي، زائد إن أنا أرجع تاني أستفاد منه من في أماكن أخرى، غير إن أنا أجي أقول إن الكتب دي هروح أرميها علشان خاطر يتعمل بيها أكياس للب ده وكده. فنظري يعني ده نوع من أنواع الاستفادة القصوى من الكتاب، وأعتقد إن ده هيبقى مشروع جيد. أنا ما أعرفش إنتوا ده النموذج بتاع اللي احنا هنعمله في الجامعات. انا ما شفتش البوك بانك، بس انا شفتها بره. لا، البوك بانك ده مشروع رائع، وانا شايف ان هو هيبقى يعني الدكتور جابر وافق عليه. احنا عاملينه برضو بتصميم انه ازاي يبقى موجود على مستوى الجمهورية، ومختارين له بعض الأماكن مناسبة ليه جدا. طبعا دي التجارب اللي موجودة دوليا في أكتر من دولة، لكن احنا وازاي ان بيتجمع الكتب دي في الآخر في منظومة. احنا تصميمنا اللي احنا مقترح عندنا هتبقى ثابت في الارض. هيبقى المكان موجود في، واخترنا له بعض الاماكن بالقاهره وباسكندريه، ان هنبتدي نوع اللي معانا المشروع، ويمكن اول مية، بحيث ان هو يتواجد في نقط معينة، واحنا اللي هنبتدي ننسق مع المحافظات والاحياء في تركيبه.